اهلا بحضراتكم من جديد، وانا استاذنكم في ان احنا نقلنا بقى للصالون لان معانا ضيف مهم. ولا يا باشمهندس؟ ما انت سرقتني، انا كنت عايز اقدمه. البيت بيتك بقى، اتفضل. معانا واحد من الناس فلاسفه الاعلام، راجل بمجرد دخوله ل يعني منظومه العمل الاعلامي في النادي الاهلي انا شخصيا ارتحت. الدكتور ياسر ايوب، صاحب القلم الرشيق والفكر العميق. اهلا بك. اولا انا سعيد ان انا يعني استاذ ابراهيم منيسي ده صديق عمر وزميل عمر حبيبي يا دكتور، استاذنا كلنا، ربنا استاذ عادل القيعي، وان انا سعيد ابقى موجود في برنامج يعني من اقوى البرامج الرياضيه، مش بس في قناه الاهلي لكن في كل الشاشات العربيه. يعني اهلا بيك يا دكتور. وما ينفعش الدكتور ياسر ايوب ما يكون موجود معانا والمناقشه تكون على السطح، يعني على السطح اللي نقدر نعملها مع حد تاني. خلينا ننزل معاك للعمق شويه ونقول ازمه بين الاهلي واللجنه الاولمبيه في هذا التوقيت بسبب لائحه استدراج ثم استدراج للاستدراج، وكأن الامور كلها في حاله استدراج لازمه، واحنا بصدد مرحله جديده وصياغه لوائح جديده. هذا المشهد مبدئيا انت شايفه ازاي؟ بص يا استاذ ابراهيم، هي اولا مش حرب، ما هياش خناقه، وما هياش لا بالصريخ ولا بالصوت العالي ولا بالدراع. تمام. هي بالمنطق. الاهلي عايز يعمل لائحته الخاصه. تمام. في ناس مش عايزه الاهلي يعمل لائحته الخاصه. اختلفت اسبابهم، في ناس مستكتره ده على الاهلي، في ناس شايفه انه مجلس اداره الاهلي الحالي لا ينال هذا الشرف او هذا الحق، وفي ناس اللي هي بتهاجم مجلس الاداره طول الوقت، سواء عمل لائحه، عمل جاب لعيب، دي ناس مهمتها انها تهاجم النادي الاهلي. والحقيقه باختصار شديد جدا، الاهلي في بدايه الامر تسامح في اشياء. وانا لو يعني استاذن حضرتك اشرح انه انت قلت لي الاستدراج وسخريه من الاستدراج بتاع النادي الاهلي. اللجنه الاولمبيه المصريه، لا لانه اللجنه الاولمبيه زي ما المهندس عادل اشار هي استدركت، سميتها استدراك الاستدراك ليه؟ لان لو جواب اللجنه الاولمبيه الثاني اللي اتبعت النهارده ده بهذا التحديد قوي ما كانش الاهلي هيحتاج للاستدراك. بالظبط. انت سبتني في جواب مبهم عام. عايز اقول لحضرتك انه اللجنه الاولمبيه استدركت 5 مرات. مش كده؟ 5. اه 5 مرات. طيب. كل مره يفتكروا انه في حاجه او تحصل مشكله او يحصل لبس في الامور فيبعتوا جواب تاني. ده من رزق الجرايد بقى، من رزق الجرايد ومن رزق الناس. بس هي اصل المساله كلها بدات بغلطه. بغلطه. القانون الرياضه الماده الرابعه اللي هي بتاعه اللائحه الاسترشاديه، الماده التي اضيفت فجاه وفي بعد يعني او قبل منتصف الليل على قانون الرياضه قبل اعتماده من البرلمان وتصديق عليه من رئيس الجمهوريه، اللي هي بتاعه اللائحه الاسترشاديه. عشان هم بيعملوا حاله من الماده دي بتقول ايه؟ عشان برضو المشاهدين احنا ممكن نبقى عارفين، بتتوقع ان احنا بنناقش الماده ديت، احنا عايز المشاهد يمشي معانا خطوه خطوه. الماده الرابعه دي قالت ان اللجنه الاولمبيه المصريه هتضع لائحه استرشاديه للانديه، وان كل نادي يعقد جمعيته العموميه الخاصه ويحط لائحته عشان يا اما اذا اراد ان يعدل عليها يعمل لائحته الخاصه، او اذا لم تكتمل الجمعيه العموميه لاي سبب او لاخر يبقى اللائحه الاسترشاديه بقت ملزمه في نموذج ملزم. بالظبط. اذا اللجنه الاولمبيه حطت هذه الماده وادت نفسها الحق انها تضع اللجنه اللائحه الاسترشاديه، ولكن قالت اللي عايز يغير بقى يبقى يغير بشروط الاتيه بالنصاب قانوني ويتعمل اللي هي المرحله الثانيه اللي هتشرحها. انا بس عايز المشاهد يتسلسل. لا ده انا لسه ما وصلتش لده.